بونجور تو الموند اي بيان فيني دان نوفيل فيديو معكم سمير الكبيري. فيديو جديد بالنسبه لهذا الفيديو غتكون بيزيو الثالثه في ميكانيك دو بوان. كنا ديجا هضرنا على يعني لا لوا دو غرافيتاسيون يونيفرسال. يعني حنا دابا في البارتي ديال ديناميك, يعني ماشي في البارتي ديال سينيماتيك. يعني اكيد ما كتعرفوا, يعني اول حاجه ان الميكانيك دو بوان فراه كينقسم لجوج, يا يعني اما كتكون عندنا السينيماتيك اي ديناميك. شنو كنقصدوا بالسينيماتيك؟ اللي هي غادي نشوفوها يعني قبل يعني باش نساليو ديناميك غادي نشوفو معكم السينيماتيك. سينيماتيك فهي اتيود دو موفمون انديبوندون, دراسه الحركه بدون اخذ بعين الاعتبار. فوالا. وشنو كنقصدوا بالديناميك؟ هي دراسه العلاقه ما بين الحركه وهذوك الاسباب التي ادت الى هذه الحركه. يعني دراسه الدراسه ديال العلاقه ما بين الحركه ولي كونز اللي هما الاسباب اللي ادت الى هذه الحركه. فوالا. بالنسبه للحركه كاين يعني بالنسبه للحركه اللي قلت لكم, يعني كاين فيتاس لاكسيليراسيون ولا تراجيكتوار. وبالنسبه هاد لي كونز كاين لينيرجي سينيتيك, لينيرجي ميكانيك, لينيرجي بوتونسييل. كلهم غادي نشوفهم هادو بالتدقيق. يعني لينيرجي بوتونسييل, لينيرجي سينيتيك, لينيرجي ميكانيك, يعني غنشوفهم يعني ايتاب باغ ايتاب. دابا غنبداو بلا لوا, يعني لا بروميير لوا دو نيوتن او ما يسمى بمبدا القصور ولا كيتسمى كذلك برانسيب دو لانتيغيتي اللي هو لا بروميير لوا دو نيوتن. غنشوفوا لي نونسي ديال هاد يعني لا بروميير لوا دو نيوتن. قالك ان اوبجي سوميز ا دي فورس كي سو كومبوزون بوسيد ان موفمون ريكتيلين اونيفورم, اللي هي لا صوم ديال لي فورس كيساوي لا فورم ديال لا فورس اكستيريور كيساوي لنا زيرو اللي كيساوي نول. يعني شنو كنقصدو يعني لا فورس ديال لا صوم المجموع ديال القوه ديالو كيساوي لنا زيرو. سيتادير يعني الا كانت يعني الا تحققت لينا سيتادير لا مودول دو لا فيتيس اي لا ديريكسيون ريست او كونستانت, او تكون عندنا كذلك لاكسيليراسيون اي نول. لاكسيليراسيون يعني بصفه عامه يعني شنو كيكون عندنا, انا نقول لكم شنو يعني بصفه عامه هاد لا بروميير لوا دو نيوتن. يعني كتكون عندنا واحد النقطه ياك, الا كان المجموع تاع هذيك يعني الا كان المجموع تاع القوه ديالها ديال هذيك النقطه كيساوي زيرو, اذا راه السرعه ديالها يعني السرعه يعني السرعه والتسارع فهما يساوي زيرو. يعني السرعه والتسارع ما كيتحركوش, يعني كونستون زيرو. هذا هو المعنى ديال ان لا فورس يعني لا صوم ديال لي فورس اكستيريور يعني جميع القوى الخارجيه ديالها كيساوي زيرو. يعني هذا هو لينونسي ديال لا بروميير لوا دو نيوتن. واخا غنقول لكم يعني هادشي نتوما ما غاديش تفهموا الا بطبيعه الحال في لي زيكزيرسيس, غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش غنخدموا به في الدوزيام لوا اي تخوازيام لوا. والاكثر كيركزوا لكم على الدوزيام لوا اللي كيكون مهم بزاف في لي زيكزام. يعني القانون الاول فهو كيتسمى بصفه عامه قانون اتزان. نشوفوا لا دوزيام لوا, حنا غادي نحاولوا نشوفوا يعني لوا ثلاثه هنا, يعني درت لكم التلخيص ديالهم باش في ليزيكزام ولا شي حاجه ولا في ليكزيرسيس بلا غنبداو نخدموا نكونوا عارفينهم كاملين. لا دوزيام لوا دو نيوتن واش كيقول لك؟ قال لك دون ان ريفيرونسيال غاليليان, يعني حنا كان دابا كنخدموا غير على غاليليان اكثر, يعني اس ام بي سي و اس ام بي ا كيخدموا الغير غاليليان. لا صوم قال لك دي فورس ابليكي ا ان سوليد اي ايغال او برودوي دو لا ماس بار لاكسيليراسيون دو سون سنتر دينيرتي. اشنو كنقصدو يعني بلا دوزيام لوا دو نيوتن؟ راه ماشي بحالو هنا, هنا راه نول, ولكن هنا لا صوم كذلك يعني لا صوم ديال لي فورس اكستيريور ما كيساويش لينا نول. هاد المره كيساوي لنا ام فوا ا. هاد ا شنو كنقصدو بهاد ا؟ فهي يعني تسارع, تسارع كنا كنرمزوا ليه بهذا الشكل ديال الحركه. هذاك الشيء علاش يعني ملي غادي نشوفوا في السينيماتيك غنحاولوا نقولوا ان يعني التسارع كنرمزوا ليه بهذه العيبه, ولا كترمز ليه بحال هكا يعني الفا بحال هكا. المهم انا كنرمز ليه بحال هذا الشكل, ولكن هو الاكثر كيرمزوا ليه يعني بحال هكا. المهم يعني اشنو هو هاد يعني الدوزيام لوا دو نيوتن؟ هو مجموع القوى الخارجيه تاع واحد النقطه هي يعني لا صوم ديال لا فورس اكستيريور. اشنو كيساوي؟ كيساوي ان ام اللي هي الكتله ديال ديك النقطه ياك فوا فوا التسارع اللي هو الفا. فوالا. يعني هذا هو القانون الثاني لنيوتن. والاكثريه يعني فاش كتبغي تحسب القانون الثاني لنيوتن كاين بعض العلاقات اللي غنشوفو في لي زيكزيرسيس وداك الشيء. المهم هاد ام ا كيعطوها لك, والتسارع بطبيعه الحال تكون انت حددتيه. فوالا. هنا بصفه عامه يعني قانون
القانون الثاني لنيوتن فهو العكس تاع القانون الاول لنيوتن. القانون الاول لنيوتن قلنا فهو قانون اتزان، فهذا قانون عدم اتزان. نشوفوا لا تخوازيام لوا دو نيوتن. لا تخوازيام لوا دو نيوتن اشنو كيقول؟ بالنسبه لا تخوازيام لوا دو نيوتن غالبا هاد لوا ما كيركزوش عليه الصراحه بزاف، يعني الاكثريه ما كتلقاش في ليزيكزام. المهم من الاحسن تحاولوا تعرفوا، ولا يقدر يقول لك عطيني لا نونسي ديالو ولا شي حاجه. المهم الاكثريه حاولوا تركزوا ليا على دوزيام لوا دو نيوتن. Donc lorsque deux solides S1 et S2 sont en interaction, les forces qu'ils exercent l'un sur l'autre sont directement opposées. FAP est égal moins FA, FPA. شنو لينونسي ديال هاد لا لوا هذا؟ شنو هو هاد نيوتن؟ شنو قال لنا في هاد القانون؟ قال لك اسيدي كيكونوا عندنا جوج الاجسام ياك، يعني جوج الاجسام ضروري ما يمكنش يكون جسم واحد. لحقاش هو سميتو قانون الفعل وقانون رد الفعل. مثلا كيكون عندنا جوج اجسام اللي هو كما عطيتكم هنا اس1 واس2، كيكون والجسم مثلا اس1 كيطبق واحد القوه واحد القوه على الجسم اس2، والاس2 كذلك كيطبق واحد القوه على الجسم اس1، بحال كما شفنا في لا لوا دو غرافيتاسيون يونيفرسال تقريبا بحال داك الشكل. غير فما كيكون عندنا يعني ام او ام بي، هنا كيكون عندنا اجسام اللي هو اس1 واس2، يعني كيطبق لنا هذه القوه ديالو. يعني هنا كيكون العكس ديالو، يعني مثلا هذا القوة المطبقة من طرف A على B، ولا القوة المطبقة من طرف B على A، وكيكون يعني بيناتهم واحد الموا هنايا. المهم هاد لاروا الثالث ما تحاولوش تركزوا عليه بزاف صراحة، ما كيتحطش بزاف. المهم هادو هما لي غوزيمي ديال لي لوا اللي عندنا في الميكانيك دو بوان، وركزوا ليا على لاروا الاول ولاروا الثاني، والاكثريه لاروا الثاني. وملي غادي نشوفوا في لي زيكزيرسيس ان شاء الله خصنا نحاولوا نساو الكور، حيت الكور اكثريه ما غاديش تفهم فيه، حيت ميكانيك دو بوان الاكثريه كتبغي لي براتيك، يعني كتبغي الخدمه كتبغي لي زيكزيرسيس، حيت الكور كيعطيك غير العلاقه، ولكن راه في لي زيكزيرسيس يعني العلاقه اللي غادي مثلا باش تخدم بهذه العلاقه راه يكفي انك غتمشي تقلب على التسارع وتقلب بزاف د الحوايج عاد باش دير هذه العلاقه. المهم حنا غنشوفوا في لي زيكزيرسيس ان شاء الله، يعني الا ما فهمتوش في الكور غادي نحاولوا تفهموا في لي زيكزيرسيس، وفي الاخر ان شاء الله نحاولوا ندير واحد لي زيكزام. يعني خاصنا الماكسيموم ان يعني اوموا يعني قبل ما يسالي رمضان ان شاء الله نحاولوا نكونوا سالينا البيولوجي انيمال و اكسترن وهاد الفيزيك والشيمي ان شاء الله. وبون كوراج تلقاو في فيديو جاي ان شاء الله.